قرقانه. اه تمام خلاص. انت النهارده حديث السوشيال ميديا من الصباح، قولي لنا القصه جت ازاي، وبعد كده هندردش في المفاجآت اللي حضرتك محضرها لنا النهارده. انا هبه مبروك، بلوجر وانفلونسر على اليوتيوب. طبعا يعني انا في بدايه الامر، هو كل الحوار يعني انا ما اتجوزتش كلب ولا حاجه، هو كان مجرد فكره سيشن مجنونه. الكلب ده طبعا كان بتاع حد يعني برضو من صحابي وكده، وهتلاقوا برضو ان الصور انا اصلا كنت خايفة منه وانا بتصور معاه. بس هو كان برضو كان داعية للدريس اصلا، وحتى ان انا حاولت ان انا اعمل برضو السيشن ده كذا مرة، بس يعني ما حصلش نصيب. الفكرة جاتلك ازاي؟ طيب الفكرة جاتلك ازاي؟ شفت السيشن ده قبل كده مع حد اجنبي فعجبتني الفكره، كان بقى ساعتها ملبسينه تاج ورد وبدله وبتاع، بس للاسف ما لحقتش اعمل كل الكلام ده. يعني انت بتقولي لنا النهارده عبر بوابه فيتو ان دي كانت عباره عن سيشن، مجرد سيشن، مجرد دعايه سيشن. يعني بالظبط، دعايه للدريس يعني. اه طب انت ردود الافعال شفتيها ازاي؟ لا الناس يعني حقيقي بجد ما سابونيش في حالي اصلا، الناس بجد انا ما لقيتش ولا كومنت حلو اصلا. اللي هو انت ازاي بتقولي كده، انت الكلام مش حلو يعني بصراحه. طب ده يعني ده انت قابلتيه ازاي؟ يعني انت اتضايقتي؟ لا هو ولا انت من خلالنا عايزه توضحي ان الموضوع ما كانش حقيقي. في دماغي ان ممكن يعمل يعني كده، ان انا اواجه اصلا شتايم فعلا رهيبه جدا، وان انت بتعملي كده لاجل الفلوس ومش فلوس، بس هو ملوش علاقه بفلوس اصلا. يعني لما باجي بعمل دعايه للفستان او للمكان بعمله فور فري اصلا. فدلوقتي يعني انا مش عارفه والله العظيم هيبقى لك ازاي، بس هو اي يوتيوبر واي بلوجر واي انفلونسر يعني في مصر اصلا بيواجهوا دايما الشتايم، فهم بقوا اتعودوا تقريبا، خدوا مناعه. طب انت قبل الموقف ده تعرضتي للمواقف قبل كده بنفس القوه؟ لا مش بنفس القوه بصراحه. طب ايه اللي عملتيه قبل كده وحصل على لا والله هو الفانز دايما يعني بيحب ان هو يعلق على اسخف حاجه يعني. ممكن مثلا لو حاجة مثلا هقول لحضرتك، فلنفترض ان النجفة دي وقعت واحنا معلقناهاش لسه، انا لسه معلقتهاش وكده من ساعة ما وقعت، وانا بصراحة حاسة ان هي فال وحش يعني على ابني، فبقيت خايفة ان انا اعلقها لو تقع تاني. قعدوا يقولوا تعليقات بقى سخيفة، ما تعلقيها، ايه القرف اللي انت بقيتي فيه ده، اهتمي بشقتك ومش اهتمي بشقتك، مش عارفة، ويجي يفضلوا بقى يعني انتقادات وحشة جدا يعني. طب انت شايفة ان احنا في مجتمع شرقي أو. لما انت تعملي حاجة زي كده وتعلني على انا حبيت بس ان انا اكسر روتين السيشن، مش كل شوية اطلع بسيشن ان انا اكون لابسة دريس والف نفس اللفة وارفعه نفس الرفع. انت اصلا لو دخلت لاي بلوجر هتلاقي ان هو نفس الكلام ده، هتلاقي ان طول الوقت لابسه فستان مثلا منفوش لازم تقوم مطيراه كده، هو ده السيشن. لا فانا حبيت بصراحه. اغرب طبعا انت تابعت التعليقات من اول ما نزلت الصوره يعني، صح؟ للاسف يعني للاسف انا اول مره في حياتي اتابع تعليقات اصلا. اول مره في حياتك رغم ان انت بقالك فتره كبيره يعني بتروحي وبتقدمي وبقابل اوريدي فعلا يعني كومنتات سلبيه كتير. تمام. اغرب كومنت قابلتيه كان ايه؟ بكل صراحه يعني يقولوا لي مثلا ما الطيور على اشكالها تقع، ما انت لقيتي اللي شبهك اللي هو الكلب يعني كده يعني. فكرتي تخشي تردي على حد؟ لا. ليه بقى؟ لما بخش برد على حد يقعدوا يقولوا لي يعني بيزودوا بقى الطينه بله، ويحبوا بقى ان هم يشتموا اكتر لان هم بيبقوا مستنيين مني رد. يعني كذا مرة اصلا حصل معايا الموقف ده، بلاقي بقى يعني مثلا الاقي مثلا ان في كومنت واحد سلبي وباقي حلو، لو رديت على واحد سلبي بلاقي بقى انه كله بيبقى سلبي عشان بيبقوا عايزين ان انا ارد عليهم، ما اعرفش ايه السبب. طب رغم اللي بتتعرضي له ده كله، من وجهة نظرك وبكل صراحة بتنصحي البنات ان هم يمشوا في نفس المجال اللي انت ماشية فيه، ولا من الاضرار زي ما انت بتقولي اللي انت شفتيها والكلام ده كله، ما تنصحهمش ان هم يدخلوا في المجال؟ ولو هيدخلوا يدخلوا في مجال ايه بالظبط يعني؟ يعني الانفلونسر وبلوجر والكلام ده كله، هو اي واحد اصلا محتوى فيديوهات على التيك توك والانستجرام والحاجات اللي احنا بنشوفها دي كلها؟ لا هو في ناس بتخش لها بطريقه مش لطيفه، فانا مش بنصح البنات دي خصوصا الاندر ايدج اصلا، بلاقيهم داخلين بطريقه اللي هم عايزين يكسبوا الناس يعني باي طريقه، عايزين يبقى ليهم فانز، حتى لو الفانز بيشتموا بيخشوا مثلا بطريقه شمال مش كويسه.
فانا انصح البنات ان هو مثلا لو عايزين يقدموا محتوى، عايزين يكبروا مشروع، عندهم فكر ووعي اصلا للي هيعملوه، فا اوكي يخشوا الميديا. الميديا كويسة يعني. انت دخلتي امتى المجال ده يا استاذ؟ حوالي سنتين. من سنتين. ايه اللي دفعك ان انت؟ والله يا جت بالصدفة، جت بالصدفة. بالصدفة جدا يعني. احنا عمل برضو كان سيشن ده اللي كمان يعني، وكان برضو مع نفس الفوتوغرافر ده، الحظ النصيب بقى. كنت انا ويعني اللي كان جوزي يعني، عملنا سيشن كولر، وساعتها بقى فجأة لقيت ان الفيديوهات ضربت جدا، ولقيت ان بقوا بينادونا في الشارع انتوا بتوع الكولر، انتوا بتوع الكولر. من هنا بقى بدأنا بقى، لقينا بقى نفسنا بقى بنتشهر على السوشيال ميديا بقى كلها. هل موضوع الانفصال بزوجك خلاكي مثلا ممكن تكوني فاضية اكتر ان انت تكملي في القصة، ولا هو كان قبل مثلا هو كان قبل، كان طبعا برضو كنت ببقى مشغولة والكلام ده كله، بس دلوقتي بقاش يعني، بقيت قاعدة اللي هو لوحدي مثلا عند اهلي وكده، فبقيت بقى طول الوقت بابني. عايزة اقوم اصور، اصلا ما بعرفش اصور، يوم ما بصور ده بيبقى يوم كارثة بسبب صعب. ابني وكده. طبعا الموضوع صعب، انت حضرتك شفت. بمناسبة ان انت ذكرتي اهلك في القصة، اكيد طبعا كل واحد بيبقى داخل مثلا اي مجال بيقدم له نصايح من اهله، لا طبعا. تدخل لا ما تدخلش، وساعات طبعا لما يبقوا معترضين على شغلانة أو ما، أو. طبعا بيبقى الانسان بيحاول يفكر ان هو يتردد للموضوع مرة واثنين وثلاثة. ايه اهلك نصحوك بيه؟ وانت وواجهوا قصة الشهرة ديت ازاي؟ وهل عرفوا ان انت اتشهرتي فعلا على السوشيال ميديا والكلام ده كله؟ عايزين نعرف رد فعلهم بالظبط يعني. هما الأول بصراحة كانوا قلقانين مش الاول، بصي عايزين يعني. الوالدة لوحدها والوالد لوحده. تمام. انا ماما الاول ما كانتش عايزاني اخش المجال اصلا، هي موظفة ولا؟ لا ربة منزل، تمام. اللي هو بتقول لي يعني الناس اصلا، طبعا انت عارف المجتمع الشرقي وكده، يجي يقولوا لا غلط ان البنت تتشهر، صورها تنتشر، ممكن يركبوا صورة، عارف انت الاسلوب القديم ده بالظبط اللي هو بالظبط. ممكن ياخدوا وشك ويركبوه على جسم، الكلام ده كله. فماما بصراحة كانت حابة، بس واحدة واحدة يعني الحمد لله اقتنعت، وكمان بقت عادي يعني، بقت بتصور معايا والكلام ده كله. والدتك دخلت القصة معاك، وبابا برضو نفس الكلام، بس بابا ما بيظهرش معايا على طول لانه طول الوقت بيبقى في الشغل بصراحة. شغال ايه؟ هو كان شغال في شركة حديد والصلب بس قفلت، تمام. وهو اصلا شغال كهربائي في اي حاجة تلاقيه. طب رأيهم ايه في السيشن ده عموما الاخير ده هو بعد للأسف، ردود الافعال دي للأسف العنيفة؟ يعني ما يعرفوش عن السيشن ده اي حاجه لحد لحد دلوقتي. دلوقتي؟ ان يعني الحمد لله ان النت عندها فاصل، بس هي كده كده كانت عارفه يعني بالحركات اللي انا بعملها، ان انا عماله اقول لها يا ماما انا هعمل سيشن مجنون، زهقت من افكار السيشن المعتاده اللي هو هتصور في مول، هتصور في الشارع، الكلام ده كله. طب بس احنا دلوقتي في ناس كتيرة متفاعلة معانا على صفحة فيتو، والناس كلها متوقعة اللي احنا كنا جايين عشانه. احنا اعزائنا المشاهدين، احنا دخلنا عند استاذة هبة ما لقيناش الكلب، وهي شرحت في الاول وعايزينها تأكد تاني. والله الكلب مع صاحبتي للأسف يعني، هو مش معايا. هو الكلب بتاع صاحبتك اصلا مش مأجراه؟ إيه لا مش مأجرون. لا تمام. عموما يا جماعة بصوا، انا اصلا يعني انا مش بأجر حاجة يعني، مش هأجر حاجة من، فاهم اللي هو مثلا احنا لو مثلا حد عايز سبونسر فبنمشيها ان هو سبونسر قصاد بعض وكده، بيزنس قصاد بيزنس. بس فالكلب مش معايا. موضوع الغموض نفسه في السيشن كان متعمد يعني؟ انت لما تنشري الغموض. الغموض بمعنى ايه؟ انت نشرت صورة بالكلب وده زوجي، او انا اتجوزت الكلب. هو انا ما كتبتش عليه ان هو زوجي ولا اي حاجه، انا حاطه عليه يافطه زي ما بتتحط مثلا، هقول لك اللي في الشارع، انت كتبتي حفل حفل زفاف. حفل ايوه زفاف بالظبط. فاي حد هيشوفها هيفهم ان هم اوريدي بقى خدوها كده، وخدوها بطريقه مش لطيفه برضو يعني، مع انها فكره سيشن عاديه، وانا هوريك الصور طب يعني. انا هقول لك على حاجه، بس نتكلم بمنتهى الصراحه زي ما احنا اتفقنا قبل فكره البث المباشر، تمام؟ انت قلت لنا ان انت كان في خلافات مع زوجك، وانت من شويه عرفتينا ان هو كان زوجك. احنا يعني مش انا عايزين ماشي. ندخل في التفاصيل، ولكن توضيحا لبعض الناس، كانت المشاكل مثلا بسبب ايه؟ مثلا بسبب ظهورك على السوشيال ميديا، لا في اختلافات، في حاجه، وفكره ان الناس ربطوا الموضوع بان انت طلعتي قبل كده، واعتقد اتكلمتي في الخلافات ديت، فالناس وانا بصراحه ربطوا الموضوع بالقصه دي. ما انا لاحظت الموضوع ده وكده، بس بصراحة هو ملوش اي علاقة، ده كان مجرد سيشن عادي جدا،
طب ممكن لحظه، ممكن بس تديله ببرونه؟ طيب يمكن يسكت. جربي بس، معلش انا اسفه جدا. انا هقول لحضرتك دلوقتي، انا زوجي، احنا موقع متكامل جايبين لك كل انا زوجي ملوش علاقه بالحوار ده، او اللي كان زوجي يعني بالاخص. هو الاستاذ عبد الرحمن صح؟ اه بلوجر برضه. أوه. احنا بس بنعرف الناس. استاذ عبد الرحمن مبروك، ويعني احنا داخلين مع بعض اصلا السوشيال ميديا. تمام. هو لا ليه علاقه بتلقيح ولا بالكلام ده، انا ماليش في الجو ده بصراحه. انا لما بكون مثلا عايزه اتكلم عنه بتكلم عليه دايركت، يعني لو هجيب في سير هتكلم كده على طول، انما ماليش بقى في الجو اللي هو الغامض. في ناس فهمت ان ده اسقاط. يعني في ناس فهمت ان الصوره دي كانت اسقاط يعني. هاتي انا اسفه جدا، معلش. ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبي؟ تعالي. ده ابنك ده؟ ده كمان. عمره قد ايه؟ عنده 7 شهور. عنده 7 شهور. طب لما يكبر بقى هتقولي له على الموقف ده؟ هو هيعرف كل حاجة من غير ما اقول له. بس هو مش هادي. بس يعني هو الخلافات مع زوجك ما كانش ليها لا ملهاش اي علاقة يعني، فاهم؟ ولا الصورة فيها اسقاط ولا اي حاجة ولا اي حاجة. لا انا بتريق بس، فاهم؟ اللي هو مجرد سيشن. انما انا ما اتكلمتش ان انا اتجوزت كلب اصلا. انا ما طلعتش اقول كده. ما خبتيش مثلا ان انت تختاري جمهورك مثلا؟ ما ترددتيش؟ ما حدش نصحك مثلا ان ممكن لا الناس تتعب؟ هو طبعا حد شجعك ان انت لا هو السيشن حلو كده؟ يعني عايزين نعرف الموقف بالظبط. طبعا انت ما صحيتيش ما بين يوم وليله عملتي السيشن؟ طبعا كان في تحضيرات. انا بقول لك ده باظ كذا مره يعني حصل معايا مواقف كتيره وباظت. يعني انا بعد ما جبت ميك اب ارتست وهير ديرزر كل حاجه باظت، بس خلاص وحرون. هي بس دي اللي كانت يعني، كان بيقابلني الظروف اصلا بتحصل، مش عارفه اتكلم. كان بتقابلني ظروف كتيره ان انا بتخليني اصلا امنع السيشن خالص، كنت باجله. ايه مثلا؟ اتاخرت عن ميعاد السيشن لان هو بيبقى محتاج ان هو في اضاءه معينه عشان نقدر نظبط فيها الايديت والكلام ده كله. بس هيك نام بقى خلاص. هو بالمناسبه مين بقى اللي سمى، مين صاحب الاسم دوت؟ ايه احنا كنا بنتفرج على مسلسل تركي، تمام، فعجبني منه الاسم. كنت محتاره في كينان ويزن، فندى اخت استاذ عبد الرحمن وكده هي قالت لي ايه رايك في كينان وكده، فعملنا فعلا. حد حاول يصلح مثلا القصه وترجعوا لبعض، ولا هو خلاص يعني اعتقد صح؟ هو خلاص انا ماشيه في الاجراءات. انت ماشيه في الاجراءات؟ هو زمان اصلا الجواب وصل. تمام. هو الكلام ده بقى يبقى من قريب يعني؟ حاجات هو من قريب. ايوه. طب بصي يا استاذه هبه، دلوقتي معلش اتكلمينا بصراحه ماشي؟ تمام. دلوقتي انت قلتي ان السيشن ما كانش مقصود اللي الناس فهمته. بس في نفس الوقت لما حصل ردود الافعال وحصلت الضجه اللي حصلت على السوشيال، ده برضو ما ادكيش انطباع عكسي ان انت فرحانه بحاجه زي كده؟ افرح بايه؟ بان انت مثلا في فولورز. مفيش حد هيفرح بانتقادات، مفيش حد. بغض النظر، ما هو ممكن في ناس بتعمل حاجات وعارفه ان هي هتجيب مشاهدات كتير وفي لا مفاجأة. ده انا كنت بقول عليها حتى ان هي مفاجاه. يعني فاهم؟ يعني انا ما كنتش عامله حسابي على الانتقادات والكلام ده، انا كنت قايله لهم ان انا محضره لكم مفاجاه. هاتيها. كنت بقعد بقول لهم كده. كنت بقعد بقول لهم كده بس، فاهم؟ بقول لهم انا محضره لكم مفاجاه ما حدش يتوقعها، ما حدش يعرفها، وما حدش عملها في مصر اصلا. اللي هو انا بتكلم بخصوص سيشن، هم عارفين ان انا رجعت موديل، لان انا كنت قبل الجواز كنت موديل برضو. قبل الجواز؟ كنت موديل بس، وده الحوار.